بس تحفظ يعني نصوص؟ بس احفظ نصوص. هاي قدرتك؟ لا مو 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 هذه قدرتي، انا في مواقف ما اتذكر تفاصيلها بالضبط. بس اللي اعرفه لما انا اغوص في شخصيه وادش فيها يعني هذا اكثر شيء. انا شفتك وانت كنت مسوي ستايل جراح. ايه لما الحين؟ وانا على فكره جد للامانه بهالفتره هذه لما كنت قاعد اسوي الدور انا مو حاس بالتفاصيل اللي برا جد الأمانة، انا ما قاعد ابالغ. اوكي يعني حتى باللوكيشن انا ما كنت داش على كاكولي.